أولا أنا سعيد جدا النهارده بوجودي معاكم، وسعيد بطلب جامعة القاهرة وطلبات جامعة القاهرة في هذه المسرحية الرائعة الجميلة مع هؤلاء النجوم بقيادة الدكتور العظيم والفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني. أول الأسرار ليا ولزمايلي، إحنا بنستنى اليوم بتاع جامعة القاهرة. تاني حاجة إن يعني الحقيقة العرض ده أنا نفسي ما كانش يتوقف خالص. أنا وأعتقد أنا أقول بالنيابة إن أنا عارف أحاسيس الزملاء كلهم بنتكلم. كلهم عندهم شغل تاني، وأنا كان المفروض إن أنا مرتبط بعمل مسلسل لرمضان، ودي ثالث مرة أأجل أكمل.